ليا، برعاية الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية، افتتحت جامعة دمشق كلية الهندسة المعمارية معرض لأجل سوريا دمشق في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات، والذي ضم أعمال 200 طالب وطالبة بهدف المحافظة على البيئة الاجتماعية والفيزيائية والثقافية والروحية والاقتصادية لدمشق القديمة. التفاصيل بالتقرير التالي. بتعاون بين محافظة دمشق والمديرية العامة للآثار والمتاحف ونقابة المهندسين، افتتح معرض لأجل سوريا دمشق، وذلك في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق. وتضمن المعرض أعمال الطلاب حول دراسة مشاكل دمشق القديمة وتقديم المقترحات لها. بدأوا من السور ومن ثم إلى الموقع العام الساحات، وأيضا الأماكن التجارية الموجودة والأماكن الأثرية والدينية وأيضا مساكن، أهم شيء من أجل المحافظة على البيئة الاجتماعية والبيئة الفيزيائية والبيئة الاقتصادية أيضا، وأيضا البيئة السياحية والأثرية. كان لدينا عروض لأعمال ومشاريع لأكثر من 200 طالب وطالبة من كلية الهندسة المعمارية كطلاب في الدرجة الجامعية الأولى خريجين وطلاب دراسات عليا. هي خطوة رائدة، يعني أن تقوم كلية العمارة بجامعة دمشق بهذه يعني جمع هذه الجهود في سبيل إقامة هذا المعرض، ويعني الذي يشكل خطوة جيدة في طريق بناء هذه يعني الداتا المعلومات الأثرية المهمة جدا لكل مواقعنا. كما تم عرض فيلم مختصر عن المعرض وتكريم جميع المشاركين فيه. سمينا هاي الورشة لأجل سوريا دمشق. ليش سميناها هذا الاسم؟ هي الورشة عن دمشق القديمة، بس نحن سميناها لأجل سوريا دمشق لأنه دمشق هي مو بس لحالها، هي بتخص سوريا كلياتها. نضوي على المشاكل اللي موجودة بالشام القديمة ونلاقي لها حلول طبعا مع الجهات المعنية. بنقيم شو في عنا مشاكل، شو في عنا قصص، كلها درسناها ورفعناها وقدمناها. الهدف من هذا العمل المحافظة على البيئة الاجتماعية والثقافية لدمشق القديمة. ومتابعينا أكيد بصباحنا لليوم، فبرعاية الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية، افتتحت جامعة دمشق كلية الهندسة معرض لأجل سوريا دمشق. لحتى نتعرف أكثر على تفاصيل المعرض بدنا نرحب بالدكتورة عبير عرقاوي، نائب عميد كلية الهندسة المعمارية للشؤون العلمية. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نتعرف على معرض لأجل سوريا. هي بدأت الفكرة طبعا من خلال دائما النشاطات بكلية الهندسة المعمارية، وحتى المقررات، وفيما يخص أيضا عمل المقررات نحاول دائما التعاون مع الجهات المعنية من أجل أن يكون هنالك مشاركة فعلية بما هي بحاجة له المدينة بشكل مباشر. طبعا ليس فقط دمشق، نحن نحاول التعاون على مجال أكبر، ولكن الآن بسبب أهمية الموضوع كان الموضوع مسلط بشكل أساسي على مدينة دمشق القديمة. فبالتعاون مع محافظة دمشق ومديرية دمشق القديمة، وبالإضافة للمديرية العامة للآثار مديرية آثار مدينة دمشق، تم التركيز على أن يكون عمل المقرر هو يخص دمشق القديمة، و تطور الموضوع لأن يشكل ورشة عمل متكاملة بمشاركة أيضا المعنيين بالمديريتين، إن كانت بالنسبة لمديرية دمشق القديمة أو الآثار، بالإضافة لأساتذة متميزين من كلية الهندسة المعمارية من قسم تاريخ ونظريات العمارة، ليس فقط المدرسين وأيضا هنالك طلاب الدراسات العليا، وجميعنا تعاوننا بأن نسلط الضوء على مشاكل مدينة دمشق القديمة، كيف من الممكن التعرف على هذه المشاكل، وكيف من الممكن أن نحاول أن نتغلب عليها. طبعا هذا الموضوع يتطلب دراسة متأنية ودراسة علمية حتى نصل إلى ما هو مطلوب. تمام دكتورة، خلينا نحكي عن أهمية الورشات ودمج الطلاب بالورشات لتلافي المشاكل.
الحقيقة الموضوع هو طبعا مهم جدا، لأنه حتى التعريف بثقافة المدينة وثقافة سوريا، وهنالك موقع مهم اللي هو مدينة دمشق القديمة اللي هي مسجلة على قائمة التراث العالمي، والآن هي موضوعة تحت قائمة الخطر. فكيف من للأسف كيف من الممكن أن نسلط الضوء هنا؟ حتى لا ننسى زمن الآن الفترة العصيبة، حتى الزيارات بسبب جائحة الكورونا، من الصعب حتى القيام بهذا الموضوع، يعني يجب أن يكون هنالك شروط محددة للقيام بذلك. كيف من الممكن أن نتلافى ذلك؟ نحاول أن نوفر المواد العلمية، طبعا نستطيع أن نستثمر الظرف المناسب للزيارة، من الممكن أيضا أن يكون هنالك تفاعل بين الطلاب وبين ليس فقط القائمين الموجودين في مديرية دمشق القديمة وأيضا مكتب ومديرية أسعاد دمشق، أيضا كان هنالك جولات ميدانية مع السكان مع التماس بشكل مباشر. هذا التفاعل بين الطلاب وبين المدينة وسكان المدينة والقائمين على المدينة بحد ذاته هو تفاعل يشكل مع بعض، نحن سميناه ورشة بالنهاية، ولكن هو هذا التفاعل هو أساس العمل لتوجيه الدراسات الأكاديمية لتكون دراسات واقعية ومباشرة من أجل أن تخدم أهداف محددة وأهداف مطلوبة على المستوى، إن كان ليس فقط المحلي والوطني، ومن الممكن أن نصل إلى المستوى العالمي. تمام، أكيد العمل على دراسة وتحليل المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها هي غاية الأساسية. خلينا نحكي كمان شو في عنا أبعاد أخرى لهذه الورشة، وبالأخص أنه في عنكم أكثر من جهة شاركت معكم. بالتأكيد إذا كنا نريد أن نقول كلية الهندسة المعمارية كجهة أكاديمية تابعة جامعة دمشق، هنالك أيضا دراسات سابقة وتحضير أيضا تم مع هيئة البحث العلمي وأيضا بالتعاون مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي لتشكيل أيضا مخبر لجمع الداتا فيما يتعلق ليس فقط الداتا وتحليل الداتا لتقدم حلولا مثلا على مستوى على سبيل مستوى هام، على مستوى مثلا دراسة مرورية مهمة، نعرف هذه الدراسة مثلا مهمة بمدينة دمشق القديمة. ولكن الموضوع أيضا عندما تكون هنالك المخابر والدراسات الأكاديمية يجب أن يكون هنالك علاقة مباشرة تماما مع الجهات المعنية اللي كما ذكرنا. فأيضا تمت زيارات، تمت محاضرات من المعنيين نفسهم بالبرشة، اقتراحات يمكن، لأنه طبعا البرشة لا زيارات على أرض الواقع بدها اقتراحات كثيرة. أكيد عندما يكون هنالك تماس مباشر مع المشكلة، تماس مباشر، نحن معماريين طلاب عمارة، هنالك من الممكن تحديد الإشكالية بشكل سريع ولو كان على ضوء كما ذكرنا هناك لقاءات، هنالك زيارات ميدانية، ماذا يمكن أن يحدث مثلا، أنه ممكن نقدم بعض أفكار لإعادة تأهيل مثلا فراغات معمارية، أسواق على سبيل المثال. نحن وهو هون أمر كتير مهم، نحن حددنا الورشة بأن تكون لها محاور رئيسية. فأول محور هو خطة إدارة الموقع، أي ما هي مشاكل الموقع، نقدم خطة إدارة، إدارة كوارث إيمرجنسي، أولويات التدخل، مخططات حفاظ إلى ما هنالك. أيضا هنالك تحليل واقعي ودقيق ليس فقط للمشاكل الفيزيائية، اجتماعية، اقتصادية، مشاكل أيضا قانونية، ومن ثم نصل إلى تقديم الحلول. هنا مثلا على سبيل المثال عندنا أيضا طبعا محور الساحات، محور الشرائح الأثرية خارج السور، عندنا محور السور أيضا، هنالك مثلا تصوير كامل للسور، أين هنالك المشاكل، ماذا ممكن أن تحليل المشكلة، ماذا من الممكن أن يكون هنالك حل ولو بشكل مقترح، من الممكن إذا كانت يعني مع الأساتذة يصل إلى تقديم حل كيف من الممكن أن يظهر السور في هذه المنطقة أو الفراغ الذي أمام السور في هذه المنطقة. وصلنا في النهاية إلى تقديم
أيضا كيف نعرف بالمدينة القديمة، لأن شاهدنا أن الجميع لا يعرف ماذا نحن نحتضن أهم كنز. هذا الشيء كثير مهم لنشر الوعي وثقافة التراث العالمي الداشي مهم. يعني خلينا نحكي عن قصة التوعية للمجتمع وللطلاب، يعني هذا هدف كثير مهم كمان لورشتكم. خلينا نحكي، هل هي الورشة الوحيدة ولا في عندكم ورشات أخرى لكلية الهندسة المعمارية على نفس السياق؟ الحقيقة التوعية كما ذكرتي، التوعية في عنا هذا أمر مهم، والتعريف بالمدينة القديمة طبعا. بشكل لذلك تم على مستوى الأعمار، يعني هنالك محور كامل يخص التطوير السياحي. ماذا نقصد بذلك؟ على مستوى مثلا الأطفال، كيف من الممكن أن يعرف الطالب بعمر صغير المدينة القديمة؟ لا يستطيع زيارته بسبب جائحة الكورونا. تم تطوير ألعاب محددة يستطيع أن يتعرف على المدينة، وبعد ذلك حسب العمر من الممكن أن يتطور الموضوع بالتعريف للمدينة. فمثلا عندك المحور التاريخي، يعني مثلا مسار تاريخي يستطيع أن يتعرف على المدينة وثقافتها وما تحتضنه من أوابد أثرية تبعا للفترة الزمنية التاريخية. وإعداد كتاب تعريفي باللغتين العربية والإنجليزية. هلا هذا هو كان المنتج النهائي. حاولنا نحن نعرف دمشق القديمة، هي موقع مسجل على قائمة التراث العالمي، ومنذ عام 2013 تم تسجيله على قائمة الخطر، وبالتالي هنالك ملفات مطلوبة على مستوى ماذا يجب أن نعمل لنحمي المدينة. أحدها هو التعريف الجيد بالمدينة، ربطه بوسائل التواصل الحديثة مثلا على مثلا تطبيقات مع الموبايل، وبالتالي يستطيع الإنسان أيا كان في العالم أن يقوم بزيارة بسيطة وسريعة للمدينة القديمة. هذه الأمور مثلا تحليل، مثلا لدينا مشاكل حرائق كيف من الممكن أن نتصدى لها، وبالتالي جميع هذه الأمور حاولنا أن نركز تقرير علمي يقدم خطة عمل، خطة عمل تصل إلى موضوع أن نقدم خطة نسميها أكشن بلان. الخطة هي بتقلنا كيف يجب أن نحافظ على المدينة حسب المراحل. مثلا عندنا مخطط، هذه المرحلة الأولى الثانية الثالثة، وبالتالي حتى عند تقديم التقارير الدورية بالتعاون مع المديرية العامة للآثار ومديرية مكتب مديرية دمشق القديمة، هنالك تعاون. نحن في هذا الوطن ضمن هذا الظرف الصعب نحن مستعدين أن نقدم تقارير تبين كيف أن الجهات الأكاديمية وجامعة دمشق هي على تماس مباشر مع المشاكل القائمة، وهي لا تقف متفرجة ولكن أيضا هذا التعاون يولد هذا المنتج العلمي الذي هو نتيجة هذا الحوار وهذا التعاون بين الجهات المعنية. نريد مدينتنا في النهاية أن تبقى في ذاكرة الجميع من الأعمار من الصغير إلى الكبير. نريد أن نحافظ عليها بالطريقة اللائقة، نريد أن نقوم بزيارتها دائما وهي نراها نظيفة ونراها بحلة جيدة، وهذا الموضوع هو واجبنا جميعا. أكيد. فما بالك في كلية الهندسة المعمارية وطالب الهندسة المعمارية الذي يجب أن يتصدى لمثل هذا العمل ومثل هذه نقول المهمة التي بنشط نظري هي مهمة لها أكثر من بعد ثقافي وعلمي وصولا إلى الموضوع التطبيقي والعملي. دكتورة بالختام، رح يكون في دورات مكررة، في دورات دائمة تخص يمكن هالشيء؟ هو بنعرف انه نحن بكليه الهندسه المعماريه كان اول ما عملنا فيجن اوف بالميرا، يعني عن تدمر، بعدين عملنا عن حلب والان عن دمشق، ونحن نقوم الان مع مديريه دمشق القديمه ومع مديريه الاثار بمتابعه هذا الموضوع. هنالك محاضرات تفاعليه، هنالك ورشات قادمه، هناك حتى اعمال ستنتقل الى الموضوع الميداني والتطبيق. ان شاء الله وعدونا في الجهات المعنيه. ان شاء الله نتمنى نشوف النتائج على ارض طبعا يجب ان لا يكون الموضوع فقط هو مخططات واوراق، نحن نسعى لان نكون فاعلين وليس فقط متفرجين. اكيد اكيد، كان هو موضوع كثير مهم والمعرض كثير مهم، والهدف من المعرض شيء كثير مهم واساسي بحياتنا للتعريف على التراث الثقافي العالمي ولرعايه دمشق القديمه. بنتشكرك وبنتشكر وجودك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم كثير.
كثير، وان شاء الله هيك الكليه بتوعدكم دائما بمرات قادمه مثل هذه. ان شاء الله اكيد بنلامس تغيرات على ارض الواقع وكل القصص تكون فعاله. هي تحتاج لوقت طويل، ولكن معا نتمنى الوقت يكون معا من الممكن ان نصل. شكرا كثير دكتوره، ميرسي لك.